السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحاب الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ فيديو جديد في مكان جديد. النهارده كده في مكان جديد باذن الله هفرجكم كده عليه. كان صديق ليا، كنت رايح ازور المزرعه بتاعته، وبصراحه المكان جميل جدا واستمتعت بالمستوى الطير. ودي من الحاجات الجميله اللي المفروض تعملوها كل فتره، ان انت تبقى بتشوف مستويات جديده، ويكون في لقاءات ليك مع ناس تمتع عينيك بمستوى جديد، تمتع عينيك بزاويه طير، مستويات طير جديد، احجام طير جديده، بتبقى في عندك ثقافه او بتتعلم حاجات جديده انت ما كنتش عارفها. فهو قال لي ان هو عند مكانه، عند قصر عابدين. فقلت خلاص بعد ما اخلص معاه اللقاء اروح اصور بقى ايه قدام القصر ونعمل بقى الفيديو بتاعنا اللذيذ ده. ولكن فوجئت ان هو الشقه بتاعته قصاد قصر عابدين، وهو ده اللي ورايا حاليا دلوقتي، ده قصر عابدين. فالفيديو جديد ان شاء الله كده هتكلم معاكم بس على حبه حاجات وافرجكم على القصر كده واحنا بنتكلم مع بعض. اليومين دول ظهر كتير على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ان ناس عماله بتشتكي ان الاكل سعره غالي، او ان مكملات الادويه او المكملات بتاعه الطير عامه سعرها غالي قوي. والغريبه او اللي مخليني مستغرب ان الناس اللي عامله البوستات ديت ناس كانت زمان ايام ما انا كنت بادئ كانوا بالنسبه لي اساتذه، وكانوا بالنسبه لي ناس بتربي ما شاء الله بقالهم سنين. فانتوا ازاي وصل بكم الحال ان انتوا وصلتوا للمستوى ده؟ الموضوع مش موضوع ان انا بقول ان فلان حلو وفلان وحش، الموضوع ان انا عاوز اخلي او اعرف الناس ان في مستوى تطوير انت المفروض لازم تمر بيه مع الطير بتاعك كل سنه عن السنه اللي قبلها. بذكركم بس في البدايه اللي لسه اول مره يشوف القناه يدينا اللايك الجميل على الفيديو، وينزل يشترك في القناه لو كان لسه ما اشتركش. نكمل بقى موضوعنا. كل يوم والتاني بتشوف انت حاجات جديده في الهوايه بتاعتك، كل يوم والتاني المفروض يكون في عندك تطور، يكون عندك حاجات انت ممررتش بيها بتمر بيها مع الطيور بتاعتك. فما ينفعش تكون شغال وبادئ بليفل مع الطير بتاعك وبتقول ده انا بادئ النهارده مثلا بجوز سعره 100 جنيه، ما ينفعش السنه الجايه يكون عندك نفس الجوز وبتبيع حاجات في رينج ال 100 جنيه، لا لازم السنه اللي بعدها يكون عندك بحاجه ب 150 او ب 200، بعدها بسنتين ما ينفعش حاجه تكون ب 300، لا ده انت كده بقالك سنتين المفروض يكون عندك حاجات سعرها 500 جنيه. لازم يكون في عندك نطاط في السعر، النطاط اللي بتعملها دي او الفرق الكبير في السعر ده هيكون بيترجم بعد كده لتطوير للهوايه بتاعتك. وتطوير الهوايه مش هيجي غير لما يكون عندك طير انت بتفرخه او بتربيه علشان خاطر يكون في حاجه بتضخها بعد كده للطير بتاعك كفلوس وتجيب مستوى اعلى. والتطوير بعد كده هيبقى في حاجه لمزاجك انت شغال بيها، يعني في طير هتربيه يبقى انت بتكسب منه وبيطور لك المزرعه، وفي طير هتربيه يبقى ده لمزاجك. وده الحاجه اللي في ناس كتيره ما بتعملهاش، ويوصل لها الحال ان هي بيشتكي يا جماعه ده المحار بقى غالي جدا والكيلو فيه ب 80 جنيه. انا عارف ان 80 جنيه لبعض الناس رقم كبير، بس ما ينفعش ان تكون مع واحد بيربي بقاله 10 سنين او اكتر من 10 سنين يشتكي من حاجه زي كده. كلامي للناس اللي بتربي معانا اللي بقالها سنين، وكلامي للناس اللي بادئه ان خد بالك انك تشتغل في التربيه بعقلك، مش تبقى بتربي الحاجه اللي عاجباك وبس. اللي عاجباك دي حاجه جميله انك تاخد بالك منها وتربيها وتكسب منها، بس ما ينفعش يبقى دي النقطه اللي انت واقف عندها طول عمرك. لازم كل كام سنه، يعني يمكن ما عادش ينفع كل كام سنه، لان الغلاء اللي بيحصل حوالينا في الاكل والشرب والحاجات دي كله ما عادش في كل كام سنه، بقى في كل كام شهر. فلازم كل كام شهر او كل مثلا كل 6 شهور يكون عندك طفره جديده ما كنتش شغال فيها، ويكون عندك تطوير للطير بتاعك وللمزرعه اللي انت شغال عليها. الكلام ده هيخليك تقدر تكمل في الهوايه. اما لو فضلت عند مستوى الليفل اللي هو ايه ده اللي انا بادئ بيه والحمد لله طلع عندي عصفور لقطه كده وهطور بيه وهشتغل بيه، لا مش هتعرف تعلى، هتلاقي نفسك واصل متاخر قوي. وفي ناس قبليك، او يعني في ناس كانت قبليك شغاله في حاجه وعدتك بمراحل، وناس بعديك عدتك بمراحل، وانت واقف محلك سر. مش بقلل من الناس اللي بتربي حاجات قليله في السعر كفلوس، لكن بستغرب ان انت ازاي يبقى بقالك سنين وليك اسم وفي النهايه بتشتكي ان الكيلو كذا بالسعر الفلاني. انت فين من الناس دي؟ انت فين من المرحله دي؟
طور واشتغل بعقلك، ما تبقاش اي نعم كلنا بيكون عنده شغل وعنده التزامات وعنده ظروف في البيت بتبقى ضغط عليه، بس لازم يكون في جانب عندك من التطوير شغال بيه مع الطير بتاعك، مش مجرد انك شغال وخلاص، مش مجرد ان انت عندك طير وعصافير وبتربيها وبقالك في الهواية فترة، لا لازم تكون شغال صح مع الطير بتاعك عشان الموضوع يفرق معاك، عشان كل يوم والتاني تقدر ترقي من الطير بتاعك ويبقى في عندك دخل او حاجة ثابتة قادر انك تصرف بها على بيتك وقادر انك تطور كمان من الهواية بتاعتك. كان حاجة كده خفيفة حبيت اشاركها معاكم، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، متنساش بقى علينا في دينا لايك الجميل، ولو ليك اي تعليق على الموضوع شرفني على تحت الفيديو، وان شاء الله يكون موسم سعيد علينا وعليكم باذن الله. اسيبكم على خير والسلام عليكم.